السلام عليكم متتبعي قناة طرس نينا، ومرحبا بالمتتبعات جداد. نتمنى ان هاد الفيديو نتوما تتشاهدوا تكونوا بالف الف خير ان شاء الله. هاد الفيديو كيف ما وعدتكم سابقا، قلت لكم بانني غادي نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش غادي نثبت هاد الكتيفات اللي طرستهم في توب منعزل على الكاب، و ركبتهم فوق من الكاب بالتقنيه تتبان بحال انه الكاب اللي تحط عليه رشمه واللي طرز، ولكن العكس، هاد الكاب راه ما كانت عليه حتى شي رشمه، الرشمه كانت في توب منعزل، رشمتها وطرزتها ونبتها، ومن بعد عاودت نشبتها على هاد على هاد الكاب بتقنيه غادي تلاحظوها في هاد الفيديو وغادي نشرحها لكم بالتفصيل. لاحظوا الكاب كيفاش كان، الكاب في البليات فما يمكنش ليا نرشمو ونطرزو، لهذا عملت هاد التقنيه اللي قلت لكم. هذا هو القفطان لاصق مع الكاب ديالو، هادو هما الكتيفات، الكتيفات خديت فيهم القياسات ديال الدوره ديال العنق، وكانت هادي هي الرشمه، رشمه سبق لي وقلت لكم بانها ما كانتش عندي، ولكن انا صايبتها، يعني الطريقه ديال الكرياتون ديالي انا درتها بحيث انها تجيني مناسبه للكتاف، خديت فيها القياسات. الا بيتوني نوريكم كيفاش تاخذوا، يعني تبتكروا نتوما الرشمه ديالكم على حسب الكورساج اللي عندكم، فخلوا ليكم مونطرات وانا ممكن نخدم معكم هاد التقنيات. وكاينه كاين قائمه سميتها قائمه ابتكار رشمه في القناه، تنوري فيها كيفاش ممكن تصايبي رشمه من عندك على حسب الموديل اللي نتيا بغيتي. كيف تلاحظوا الكتيفات هاني تنزل فيهم، تنحط عليهم الانفتات، باش من بعد غادي نبدا نشبهم. باش غادي نشبهم؟ غادي نشبهم بالعقيق، يعني هذاك العقيق غادي نبت، ولكن هو في الاصل راه تنبات وتنشا وخياطه في نفس الوقت، راه بحال تنخيط في الكتف ولكن بالتنبات، ما تيبانش نهائيا كيف ما لاحظتوا في بدايه الفيديو، تيبان عندك القفطان بحال انه مرشوم ومطروز فوق من الكاب مباشره، ولكن لا، راه منعزل كيف ما لاحظتوا. وهنا شديتو بنفيتات، ودابا غادي نبدا من بعد ما ثبت الكتف في البلاصه ديالو اللي خصها تكون فيه، ومن بعد ما خديت العبارات ديالو ونزلت التشويشه اللي عندي في الكتفات في منتصف الكتف باش تجيني في بلاصتها، صافي دابا غادي نبدا نشب في هذا. لاحظوا هاد القنيتات ديال هاد الطرزه خصها تجيني في الحاشيه ديال السفيفه، هنا تنجي تنثقف الخيط في الظهر ديال الكول، بعد تنخرجوا الواجهه ديال القفطان. هاد الخيط راه على أربعة ومشمع، الا بغيتوا تعرفوا الطريقه ديال التشمع، لانه كاينين المبتدئات تتوري تقول لك وريني الطريقه ديال التشمع، كاين فيديو في فيديو شورت فيه الطريقه ديال كيفاش تشمع الخيط. هنا لاحظتوا بانني خرجت الخيط، هزيت معايا عقيقه وشديت معايا الراس ديال الكتيف، راني شديت معايا الراس ديال الكتف، دابا نعاود نخرج، تنخرج من القفطان، تنضرب معايا شويه من الكتف، من الحويشيه ديال الكتف اللي شويه ما بينش بزاف، وتنزل تنبات مع الخياطه ديال الكولوفيسي، يعني ما تنطلعش فوق من العبار. الكولوفيسي فيه 3 سنتيم، انا تنجي حداه وتنضرب جهه الخياطه، وتنهز معايا العقيقه وتنشب، يعني تنبت وانا راه في نفس الوقت راني تنخيط بالتنبات، مره تنهز اللون برونز، مره تنهز اللون داك اللون ديال القفطان، وهكذا غاديه. التنبات يمشي عندي تنبات عشوائي، ولكن راه عشوائي ومنظم، راه ماشي داك العشوائي اللي ما مدروس، عشوائي مدروس فيه التلوين ومدروسه فيه
التقنية ديال الخياطة، بحيث أنه ما تيبانش بأنني راه سيرت نخيط. غادي نخليكم مع التقنية ديال التركاب ومع جميع المعطيات اللي دخلتها في هذا الشرح. أتمنى أنه من خلال تتبع الفيديو يكون استفدتم من بزاف المعلومات، نكون ضفت لكم معلومة بالنسبة للبياسة ملي تكون عندكم فيها البليات وباغين في نفس الوقت تحطوا عليها طرز. هذه طريقة من الطرق اللي ممكن توظفيها في القفطان، وحتى ممكن توظفيها حتى في الجلابية اللي كان فيها شي بلي، علاش لا. الفيديو الأول ديال هذا القفطان عملت فيه الملاقية ديال القفطان على طول القفطان، والفيديو الثاني عملت لكم كيفاش فينيت الكولوفيسي بهاد الطريس ديال العقيق ديال السمرود، وفي الافتتاحات كيفاش خدمت الطريقه ديال هذيك الطريس اللي جا في الفتحه، وفي الكميمات كيفاش خدمتهم راه نفس التقنيه. الفيديو اللي من بعد وريتكم كيفاش طرزوا الكتيفات، وهذا الفيديو وريتكم كيفاش انكم تركبوا الكتف على القفطان. اتمنى انني نكون وصلت لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا القفطان. أتمنى أن القفطان يروق الإعجاب ديالكم. إلى عجبكم واستفدتم من الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش تدعموا القناة ديالي وتعملوا البارطاج الفيديو. شكرا بتوفيق الجميع. إلى كان شي تساؤل شي استفسار مرحبا بالكومنتات ديالكم، وشكرا وبالتوفيق للجميع.